وليد هندي من وين؟ من حلب السكري. وليد، انت كنت تشتغل بالدفاع اللي بسموه الدفاع المدني اصحاب الخوذ البيضاء بالاحياء الشرقيه. طب احكي لي شو طبيعه عملك، تفاصيل الشيء اللي كنت تعملوه والفبركات وكل هالامور هي. الله، نحن كنا كان يصير يعني اول ما اسس الدفاع المدني كان عباره عن كريك وازمه ومجرفه وهيك شغلات، بعدين طول الامر، صار في داعمين برا عدت فترة، في كيماوي بيضرب، في ضربات كيماوية، جابوا لنا لباس دفاع، لباس دولة، لباس بقولوا بزة ما بزة وقفازات، أو مشان صار ضربة كيماوية يكون جاهزين نحن لإله. عملنا يعني مثل تمثيلية مفبركة، إجت قناة أجنبية تركية مشان إنه نحن دفاع مدني أنشأناه، إنه ان يشوفونا برا ايش عم نسوي هون، انه مركزنا جديد. هو على اساس يورجوا العالم انه كيف انتم عم تتدربوا. مزبوط. بس هو بالاساس عم بيجهزوا فبركات لحتى يعرضوها انه الجيش ضرب. مزبوط. ايه، وشو كمان؟ الفبركات صارت ضربه، في عنا كانت نقالات، بدنا مثلا بصفاره انذار كانت عنا، بصيحوا صفاره انه ارقدوا، بشيء أربعة بشيلوا الحمالات، وواحد يكون معه مثل شنطة طبية إذا صار يعني هيك مسحل عودته، أو إذا صارت نزيف داخلي أو صار. مين كان مسؤول التصوير عنكم؟ إبراهيم الحاج. شو كان شغلته؟ إعلامي. في كان محمد السيد قبله. صار يطمعونا انه لكم زيادة رواتب شهرية، في جايكم زيادة في هذا، بس بدكم تنقلوا لنا مواد تنظيفية. ايش هي المواد التنظيفية؟ مثل دواء غسيل، سائل جلي، سائل ايدين، اي منظفات، اي ناخذهم من محلكم، تاخذوهم من هالمحل تنقلوهم للمحل الفلاني، منطقه العامريه بعد السكرين، ناخذهم من السكري، كان محل منظفات مشان ما نشك بالامر انه نحن والله عم ننقل براميل منظفات ودواء غسيل، عم ننقلهم لغير ناس انه بده يبيعوهم لمحل ثاني، ننزل عن البيك اب، نحطهم مثلا باب هذا بس مدخل بناي، هو في له ابو لتحت، نحطهم هون المواد، بنضلوا المواد على حالهم بالارض، فورا يعيطوا علينا يلا على البيكاب، على البيكاب رقد، رجعوا على المقر، رجعوا على المقر، المقر كان بالسكري، نرجع على المقر، ثاني بيكاب كذلك الامر، ثالث بيكاب على اساس التهى هيك بشغله بسيطه، صار مش مثل مشكله هيك، نقاش بيناتهم بين بعضهم عم بتناقشوا، قام استرقنا نحن النظر، قربنا يعني اختلسنا هيك مثل نعرف ايش عم ننقل، ما صار عنده فضول، صار عندنا فضول انه نحن ما عم نجيب هدول منظفات، مو منظفات، وريحته يعني انا بكوني مو معي ربو، اي ريحه بتحسس منها مباشر بتحسس. شفت بعينك؟ شفت بعيني انه في ناس عم ينزلوا البضاعه لتحت الموجودة، عم يدخلوها على مدخل بناء بنزلوها تحت، لابسين مثل بدلات فضية وأقنعة وهيك، هاي شو اسمه هيك قناع واقي وبدلة هيك لونها هيك فضي كاشف، وكفوف وما كفوف وجزم لفوق عند تحت هيك يعني عند الركبة تحت شوي، عم ينزلوهم الابو له هيك مثل مجال تهوية، وطبعا معروفة انت كونك ابن حلب تعرف انه الابو مو مثل الطابة الارضي، في له مثل كشف لفوق. صحيح. تهوية. صحيح. ايه عم نتفرج عم نشوف لسه طاقات المنخل يعني قصدك؟ نعم، من منخل الحديد. هل من بتشوف؟ عم بقول لك انه هدول عم نتفرج ايش في، ما في من هالطاقات هدول، شفنا مثل اللي عم يفتحوا البراميل اللي عم يفتحوها عم ينزل منها سائل، مو يعني هلا مواد التنظيف نحن سائل الجلي بعمرنا ما دخلنا مطبخ، كلنا متجوزين وبنعرف. أيوة. سائل الجلي بنعرف، دواء الغسيل بنعرف، غير الدواء الغسيل اللي عم نشتريه او اللي عم نشوفه، شفنا هون وشفنا هالسائل وشفنا ايش عم يساوي بمثل جره، بيكون جره غاز بيطبخوا الطبخه تحت يعني. تحت عم بيصبوا في قلبه هيك، بيشيل بيطبخ وبينقل شكنا الامر، عم قائد مجموعه اللي كان معنا حس علينا، انتبه علينا. عملنا مشكله كبيره وقلعونا طاول،